بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أخواتي إخواني المواطنين والمواطنات يهل علينا غدا شهر رمضان بما يحمله من خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية سائلين الله ان يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه ونحن نستقبل نسمات شهر الرحمه فان كل جهود الدوله منصب على ان ينعم المواطنون بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه بلادنا، مما يدعونا من باب تقاسم المسؤولية الجماعية إلى العمل جميعا على تقوية الجبهة الداخلية، وتلاحم الأمة، تنمية الروح الوطنية، والمواطنة، نغتنم هاته السانحة العظيمة لنبارك للجزائريات والجزائريين افتتاح جامع الجزائر لما يوفره هذا الصرح العالمي والعلمي من مرافق تليق برسالته النبيله المبنيه على قيم الاعتدال والوسطيه يحل علينا رمضان هذا هاته السنة وقلوبنا تعتصر ألما لمعاناة أشقائنا في فلسطين المحتلة، وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام هذه الإبادة الجماعية، وأن يراعي حرمة هذا الشهر. عند الأمة الإسلامية كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أهنئ أفراد جاليتنا في المهجر متمنيا لهم قضاء شهر رمضان في ظروف حسنة ببلدهم أو في الغربة ورمضان كريم اعاده الله علينا بالخير والبركه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته